السلام عليكم. في الفيديو هنعرف مع بعض ازاي نفعل الصوت الخاص بالارد بي بحيث ان احنا نقدر نستخدم الاوديوز بتاع عليه. لو جينا نشغل اي حاجة خاصة باليوتيوب، مش هنسمع اي صوت. طيب خلينا نقفل الارد بي ونرجع تاني عشان نفعل مع بعض الصوت. وانت بتفتح الريموت ديسكتوب تيجي عند شو اوبشن، ومن شو اوبشن عند لوكال ريسورسز. من لوكال ريسورسز هنلاقي كونفيج ريموت اوديو، نقول له بلاي ذيس كمبيوتر، اوكي كونكت. اتفعل تحت او بطريقة تانية من التاسك مانجر، بندوس هنا كده. يعني هو الصوت كده دلوقتي شغال، لكن الطريقة التانية نيجي عند السيرفيس مانجر، وندوس تول، ومن تول سيرفيس، ومن سيرفيس بنعمل سيرش على ويندوز اوديو. ويندوز اوديو دي هنلاقيها معمول علامة ستارت، هندوس على كلمة ستارت وندوس اوكي. يعني هتقابل المنظر ده كده، ستارت، هندوس ستارت، نقول اوكي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.